من الحاجات اللي فيها انتماء طبعا سيدنا النبي لما خرجوه من مكه وهو زعلان وبتحارب من اهله، كان زعلان، كان يعني لولا ان هم اخرجوني منك يعني كان ده احنا هنرجعها من اول ما نزل عليه الوحي. والسيده خديجه عملت موقف ايجابي وراحت بيه الورقه بن نوفل، فساعتها قال له ان هو رسول، وبعدين بيقال له ايه؟ ليتني فيها جزعا اذ يخرجك قومك. رد سيدنا النبي، وانا بقرا الحديث ده في حديث بدء الوحي اللي اورده الامام البخاري في كتاب بدء الوحي، تلاقيه بيرد رد طالع من القلب، او مخرجيهم. الكلمه كان سيدنا النبي لا يمكن يتخيل ان يخرج من ارضه، يخرج من وطنه. دي اللحظات اللي كان لحظه كانت صعبه جداً. وبعدين يقف عند الجحف حضرته ويبص للمدينه لمكه ويقول لها والله انك لاحب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت. ربنا ينزل عليه ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد، ويدخل حضرته المدينه يخطب اول خطبه جمعه في الاسلام، لقال لهم استقبلوا استقبال الفاتحين وعملوا الهدايا وبيوتهم وكل الناس خرجت، لقال لهم ده انا قعدت 13 سنه وعملوا وسووا وحصل، ده انتوا عملتوا وهم عملوا. ما عملش مقارنه ما بين مكه وما بين المدينه، لا بلدي بلدي، حب لوطني، اذهبوا فانتم الطلقاء لما يرجع لهم، يا سعد اليوم يوم المرحمه، لا ده احنا هتراحم، ده دول اهلي. يخش اصيل عند السيده عائشه في روايه، وعند سيدنا رسول الله في روايه، في وجود السيده عائشه مره او في عدم وجودها، ويسال سيدنا النبي عن مكه، ويبدا اصيل يتكلم عن الاذخر والجليل والجمال، يقول له لا تشوقنا يا اصيل، لا تشوقنا لمكة يا أصيل، ويبكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من مجرد حكايات في بلد خرج منها وتعذب فيها وتأذى إذاء شديدا، لكن بس ده بلدي ما انفصلش عنها وسامحهم في أول لقاء. ما أنا بقول لحضرتك إذا فأنتم في تغافر وفي مرحمة. صحيح صحيح. ويجي سيدنا بلال، مين فينا كم واحد حافظ سيدنا بلال بن رباح؟ احنا كلنا سيدنا بلال الحبشي، ويتقال قدام سيدنا النبي الحبشي، سيدنا صهيب الرومي، سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا النبي حافظ لهم على كنيتهم وبلدهم. صحيح. لما جه يعددوا الحافظ الذهبي، لما جه يعدد محبوبات حضرة سيدنا النبي، قال إن سيدنا النبي بيحب السيدة عائشة وبيحب أباه ويحب أسامة ويحب الحلواء ويحب سبطيه ويحب أحد ويحب وطنه، محبوبات حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حب الوطن ده اللي علمه لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أحد إيه؟ جبل نحبه يحبنا ونحبه. ولما يدخل سيدنا النبي ويبقى جاي من غزوة وراجع من معركة، يدخل ويبص للمدينة وكأنه يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد ما أصبحت وطنه الثاني، وهناك وطن أم، ده اللي بتولد وبترعرع فيه، وهناك الوطن اللي أنا ممكن أنتقل للعيش فيه، ولكن لا أذكر وطني إلا بكل خير. وده اللي أنا نفسي، الإيجابية ثم الإيجابية، العمل، أعلم ولادي، انزلوا اشتغلوا، اعملوا أي حاجة عشان نطلع بالمجتمع. خلي بالك أنت لازم تشتغل وتذاكر وتكافح عشان إحنا عايزين نرتقي بوطننا. تطلع ايدك في ايد اخوك مش على اخوك. صحيح. نستقوى ببعض مش على بعض. مش على بعض. كل الامور دي بتحمس ولادنا وبتخليهم فعلا عندهم انتماء وشعور بالانتماء. تيجي بقى افكار هدامه، ما يتاثرش، ثابت، ارض واقف على ارض صلبه راسخ. يجي والانحرافات الفكريه الكثيره دي نتيجه انه مش عارف قيمه المكان اللي هو قاعد فيه. نعرفه قيمة المكان دوت ونعلمه الإيجابية. مفيش أب زي والده خده من إيديه ووداه أماكن سياحية أو حببه في كل ده. أم بتنب حتى لو ما اتحركتش تقدر تجوجل وتفتح وتسيرش وتديله وتحكي قصص. عندنا قصص في التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي. صحيح. تقعد تحكي لهم القصص اللي ممكن تحببهم في بلدهم في مقدساتهم.